السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني واهلا ومرحبا بكم. معكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات في معهد دراسات موسيقية في بغداد. رحب بكم اليوم اجمل ترحيب. قبل ما نبدأ بعزف المقدمة الموسيقية لاغنية راجعيني يا هوا لفيروز، وهي من مقام نهاوند على الله. راح أذكركم فقط بالاشتراك بالدورات الموسيقية اللي هي عبارة عن 8 محاضرات شهريا ووفق أجر، وتقدرون تتصلون عن طريق الهاتف الواتساب الموجود رقم الهاتف تحت الفيديو. أهلا ومرحبا بكم. خلينا نلاحظ نشوف الورقة اللي بيها النوطة. لاحظ أمامكم ميم، هي دخولها راح يكون اس ميم مي ر مي ر دو سي دو سي لا اس ميم 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 مي ر مي ر دو سي دو سي لا اس. هنا راح يكون عندك مي فا صول لا صول صول فا فا ميم مي. أعيد لكم اياها، مي فا صول لا صول صول فا فا ميم مي اس مي فا صول لا صول سي صول فا مي. نعيد لكم اياها، مي فا صول لا صول سي صول سي. فعندك دبلك روش عندك سريعة، صول سي صول فا مي او صول فا مي اس اس لا صول لا صول فا اس صول فا صول فا مي. لاحظ هنا صول فا ديز ثم يرجع صول فا طبيعي مي اس فا مي ري دو ري لا اس. ما راح شو يقول عندك، رمي باوع دبل كروش رمي دو ري سي دو لا، فتصبح كالتالي. تحياتي لكم اخواني، واشكركم واتمنى انه استفاديتوا من المقدمة الموسيقية اللي قرناها صرفيج وايضا عزفناها. لا تنسون اللايك والاشتراك في الفيديو، وايضا اذا تحبون تشتركون في تعلم آلة العود والغناء العربي في مقوماته الاساسية. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.